يعني احنا كنا بنشتكي من السايس، وكان السايس يعني خصوصا البنات والست كانوا بالنسبه للسايس لقطه، تعرف يخافوا بقى، وممكن يجرح لها العربيه، ممكن يقف لها قصاد العربيه كده ولا مش هتمشي. فنخلص من السايس نلاقي القانون بيقول احنا هندي رخصه للسايس ولازم يكون ما بياخدش مخدرات، كل ده شيء كويس جدا، لكن ادفع فلوس وانا راكنه تحت بيتي ليه يا فندم؟ بص حضرتك، هو النهارده تحديدا كنت مع جوز بنتي، فبيقول لي انتوا عملتوا قانون بتدفعونا فلوس وتأجرونا الشارع. بالظبط. قلت له ما حصلش. قال لي لا حصل. ده وهجيب لك الكلام المنشور. ايوه. فانا كده يعني احنا بنعمل قوانين والهدف منها، الهدف بامانه ان احنا نحل مشاكل ونيسر على الناس، لكن التطبيق بيودينا في حته تانية خالص. التطبيق بقى يعني انا بقى ودي كمواطن، ودي حاله بقت حاله في مصر، حالة انا بقى خطير. كمواطن بتعامل مع التطبيق مش بتعامل مع صحيح الورق. صحيح. انا مش همسك القانون. انت مالكيش النصوص. اه طبعا. انا بيجي حد بيقول لي القانون بيقول كده، القانون ده جديد. ليه؟ ليه؟ هو قانون فيه ان انا ادفع ايجار ما انا راكنه تحت بيتي اللي بقالي 50 سنه بركن تحته؟ ده بيأجروا لك الشارع. ما هو ده اللي انا بسأله. لا طبعا ما فيش الكلام ده في القانون. طب ليه بنزهق الناس؟ وده بص حضرتك، بعض الاجهزه وبعض اجهزه الاداره المحليه للاسف الشديد بتمارس ممارسات بتسيء للدوله. ودي اساءه للدوله واساءه للمجلس التشريعي. انا طبعًا. النهارده سمعه المجلس التشريعي في مثل هذه الممارسات بتبقى على المحك على طول. صحيح. لان انا بيقول لك انتوا يا بتوع يا نواب انتوا عندكم عربيات، قالوها لي يعني. أيوة. انت عندك عربيات وجراشات وعندك وعندك وعندك، ومش الناس مش هماك وبتقطعوا فيهم. بالظبط كده. كده الاحياء بتقطع في الناس. بالظبط. الكلام ده له في القانون ومخالف تماما، ويجب وانا بناشد معالي وزير التنميه المحليه انه يحاسب الحي اللي عمل كده او الاحياء اللي عمل كده. طب ايه اللي حضرتك، بلاش اللي انا سمعته وبلاش اللي انا عرفته وبلاش الشكوى اللي جت. على فكره القانون ده قانون بسيط. هشرحه ببساطه عشان المواطنين يعرفوا ان اللي حصل مش هو القانون. مش بدافع عن مجلس النواب، مجلس النواب زيه زي ما. طب مبدئيا انا ادفع ايجار، انا اجر تحت بيتي عشان اركن. ده مش جائز يا فندم، مش جائز قانونا. هو القانون بيقول ايه؟ بيشكل لجنة في كل محافظة. اللجنة ديت أو في المدن الجديدة، خلينا في المحافظات. اللجنة دي لها 5 مهام في القانون. اللجنة دي منين هتشكل؟ المحافظ اللي بيشكل. المحافظ اللي بيشكل. ماشي. اللجنة دي المفروض إنه بيحط عناصر فنية فيها. بيحط إدارة، مدير إدارة المرور بيحط فيها ناس يعني مسؤولين عن الترافيك، عن تمام. اللجنه دي بتحدد اماكن يتم فيها الانتظار، وفي اماكن ما يتمش فيها الانتظار. مش هاخد مش كل الشوارع هخلي فيها انتظار، والا انا هبيع الشارع. كده بيبيع الشارع. ده اللي بيحصل. وده مخالف للقانون. ده اللي بيحصل. وده القانون ما قالش كده. القانون قال انا علشان الراجل ده اللي كان بيمارس بلطجه على الفتاه او السيده اللي انت اشتكيتي منه، احنا كنا عارفين دي، فقلنا لازم نقنن وضعه ونبقى راجل محترم وتحت السيطرة وتحت الرقابة. تمام. وفي نفس الوقت المبالغ اللي بيحصلها دي مقننة ومعلنة. تمام. ومعلنة في أماكن الانتظار. وهو هياخد نسبة والمحليات. لا هي مش كده. لا مش هياخد نسبة والمحليات كده. هو بيحصل إيه؟ هو بيجي الحي أو المحافظة بتطرح الأول، نحدد المكان ثم تطرحه في مزاد علني. مكان بقى يا فندم اللي بتحدده اللجنه. عشان نبقى منظمين في الكلام. تمام. المكان اللي بتحدده اللجنه. كويس. هل يبقى في منطقه سكنيه؟ بص له شروط، له شروط مهمه جدا. هذا المكان ولا اي حته واسعه كده في وشه؟ لا لو عنده اماكن واسعه وعنده ساحات انتظار وعنده شوارع يجوز فيها ان ياخد يستقطع منها جزء ويخليه اماكن انتظار، بس يحافظ على انسياب المرور اول حاجه. ده اول شرط. ما ينفعش ان انا اخد الشارع اعمل له جراج واقف وانكد على الناس. اكيد يعني فوق المنطق. فوق المنطق. خدت بال حضرتك؟ بعد ما يحددوا الاماكن بطرح المكان ده، بتخش شركه او يخش افراد. انا هاخد المكان ده لمده 3 سنين
استغله بشروطي، بشروطي انا كمحافظه. الناس بتتكلم